أكد المكلف بالأعلام في نقابة أمن إقليم تونس وسيم المحمودي تعرض تلميذة قاصر إلى تحويل وجهة من طرف شخص على متن سيارة بعد أن أقنعها بالصعود إلى سيارته في منطقة باردو، حيث احتجزها لثمانية أيام وقام باغتصابها. ولمزيد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف المكلف بالأعلام بنقابة أمن إقليم تونس وسيم المحمودي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكافة المتابعين قناة حنا بار. وسيم، بداية لو تعطينا مزيد التفاصيل حول هذه الحادثة. بالنسبة لموضوع الحال، هي تلميذة في الأساسي في معهد أساسي، كانت كملت الدروس نتاعها، توجه لها نفر يعني كاهل في أوائل الأربعينات، كان طلب منها يعني باش تصعد معها السيارة نظرا لإعجابه الشديد بها من قبل. دوب ما طلعت معها في السيارة توجه بها نحو منطقة باردو المحل السكنة نتاعو على وجه الكراء، وين قام يعني بتقييدها بعديك واختطافها لمدة 8 أيام، اللي معناها تم فيها يعني اغتصاب الطفلة هذيا في مراحل متكررة وافتزاز البكرة نتاعها. وسيم، أنتم قمتم بإيقاف الجاني، هذا الإيقاف ينضاف إلى سلسلة من النجاحات الأمنية في الآونة الأخيرة للقضاء، خلينا نقول، على ظاهرة الجريمة. يعني كما تعرف منذ دخول السنة الإدارية الجديدة قامت الوحدات الأمنية المختلفة يعني بحملات موسعة، تم إلقاء القبض فيها يعني على مئات وعشرات المطلوبين العدالة والوحدات الأمنية المختلفة، اخرها كما موضوع الحال يعني في مركز الامن الوطني بجبل جبود، اللي يعني دوب ما جتهم المتذره يعني وضعوا خطه امنيه هادفه ونصب كمين محكم للطرف هذا، وتمكنوا منه يعني في ظرف وجيز جدا. كيف كيف يعني مركز الامن الوطني بجبل جبود كانوا اليوم يعني القوا القبض على نفر يعني خطير جدا، يعني عنده سلسله من البركاجات، تنضاف لها يعني نجاحات وحدات امنيه مختلفه. عندنا مركز الامن الوطني بحي النور كان القى القبض على مجموعه من المنحرفين المطلوبين وحدات امنيه مختلفه، كيف كيف مركز الامن الوطني بالكباريه يعني حجز يعني كميات هامه جدا من ماده المعسل المدعم واللي يعني داخله بطريقه مهربه وتضرب الاقتصاد التونسي، يعني المواضيع مختلفه. كيف كيف عندنا منطقه الامن الوطني بالمرسى كانت يعني القات القبض على وفاق اجرامي مختص يعني في الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة، قاموا الأطراف ذوما المكونين للعصابة يعني بالتصور معناها منزل أهل بالسكان، وين كتفوا مولات المنزل يعني وسرقوا مجموعة من الأشياء الباهظة الثمن وكمية هامة من المسروق. في الأثناء يعني تمكنت شرطة عدلية بالمرسى يعني بعد الكمين محكم من إلقاء القبض على كامل أطراف المجموعة. هذه تنضاف كما قلت لك يعني للنجاحات جمة، اخرها يعني منذ حين مركز المروج الثاني القى القبض على مروج كبير مع مخدرات. واضح. اذا وسيم المحمودي المكلف بالاعلام بنقابه امن اقليم تونس، شكرا على كل هذه المعلومات.